التلاوة 1433 ختمة القرآن دي قروها عشان الله يساعد رئيس الانتخالية محمد إدريس ديبي إدنو في فتشين عن السلام والأمن في بلدنا تشاد. المندوب أنا ستم أروندو سيما أنا مدينة أبشي عبد الكريم موسى والمدير أنا مؤسسة البوهيرة تشاد عبد الكريم آدم سنين كلهم كلموا في الأمن والسلام وطلبوا من كل الناس عشان يقوفوا مع رئيس الجمهورية من أجل الوحدة الوطنية وقالوا التلاوة عن ختمات القرآن دي تتواصل لحد ما الأدد عن الختمات يقى كتير. الأمين العام عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوداي شيخ يونس محمود وضح بكون الإسلام بنادي دايما في السلام وفي التعايش السلمي وقال الختمات عند القرآن دي تحفظ الإباد خاصة والبلاد عامة من كل المشاكل. الوالي هنا ولاية وداي إبراهيم ابن عمر محمد صالح شكر مؤسسة البوهيرة أن نظمت التلاوات عند الخدمات دي وقال الآفي ما عندها تمن. الجوفرنير إبراهيم ابن عمر محمد صالح قال الحكومة التشادية قاعدة تسعى دائما وأبدا من أجل السلام عشان الشعب التشادي يعيش في أمن واستقرار. ونذكر بكون الحفلة كملت بآية من ذكر الله الحكيم وفاة كبيرة من الشيخ طاهر عبد الغني.